شركة التصنيع الوطنية. تفضل أستاذ وائل العقيل مدير إدارة خدمة المجتمع. الراعي البلاتيني على هيئة العامة للاستثمار. ويتفضل الأستاذ عمر بن عبد العزيز السليماني رئيس قطاع التسويق والمحفزات التنافسية. الرعاة المسيون إدارة التنمية الاجتماعية بمجموعة عبيد القابضة. ويتفضل الأستاذ عماد عبد القادر نائب الرئيس لمشاريع مجموعة عبيد. المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق. ويتفضل الأستاذ عبد الوهاب الفارس رئيس تحرير صحيفة عرب نيوز. ما تطلع قدام الرعاه المشاركون شركه اسفلت سامر. ويتفضل المهندس ايمان بن عامر الدرقان الرئيس التنفيذي. مجموعه الرواقي القابضه. ويتفضل استاذ ايمان الحسيني مدير مكتب رئيس مجلس الاداره. مجموعة الزويل. ويتفضل الشيخ إبراهيم الزويل رئيس مجلس الإدارة. رعاة ورش العمل شركة خبراء التربية. ويتفضل الدكتور أحمد الزهراني رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية. الشركة السعودية للكهرباء. يتفضل المهندس عبد السلام بن عبد العزيز اليمني نائب رئيس أول للشؤون العامة. أكاديمية دلة للعمل التطوعي. ويتفضل الأستاذ ياسر محمد عبد يماني نائب الرئيس التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية بدلة الإدارة. شركة جنرال إلكتريك. ويتفضل الأستاذ وليد أبو خالد الرئيس التنفيذي.